لكن احنا عايزين بقى نوثق العلاقه في المباريات اللي حصل فيها بعض نقول ايه التكاسل، نمشيها التكاسل، مفيش جديه في اداء المباريات. وهتلاحظ خط غريب جدا، لو بدانا بعض المباريات دي من سنه 1929 هتلاقي كان الزمالك والترسانه في مباراه في دوري القاهره حصل اتفاق موجود وموثق في جريده المصور عشان يطيحوا بالنادي الاهلي خارج بطوله دوري القاهره، وفريق الترسانه لعب حلوين مع بعض مع نادي الزمالك 2-1. في 1961 سبحان الله نفس الزمالك والترسانه ولكن في خدمه نادي اخر فريق غزل المحله، وتم اكتشاف الواقعه وتم عقوبه 6 لاعبين بالشطب وتم هبوط غزل المحله للدرجه الثانيه. لكن دخلنا في تاريخ مباريات اخرى بقى طرفها مش الزمالك والترسانه، طرفها الزمالك والاسماعيلي بتعقيب مين؟ بتعقيب الكابتن خالد الغندور نفسه. فنطلع نشوف الفيديو. اللي احنا شفناه امبارح من وجهة نظري كان هناك تخاذل من لاعبي نادي الزمالك، كان مفيش روح في الملعب، مفيش رجولة في الملعب، اللاعب بيخش فيه جون وعادي جدا كأن الموضوع مش فارقة معاه، اللاعب بيخش فيه هدف ويعني في ابتسامة بسيطة، الناس اللي بتتفرج تقول ان الزمالك عايز الاسماعيلي يكسب، الناس اللي بتتفرج تقول ان الزمالك عاوز الاسماعيلي يكسب. وانت ما كنتش عارف ان الزمالك عاوز الاسماعيلي يكسب في المباراه الرومانسيه. الغريب ان المباراه دي كانت في موسم 2008-2009 اللي الكابتن خالد الغندور دايما يتكلم عن الموسم ده ومش شايف منه غير زقه ابو تريكه وهدف في طلائع الجيش برغم النتيجه انتهت 3-1 وبرغم ان المباراه دي فيها ركله جزاء لجيلبرتو وبرغم استفادات تحكيميه لنادي الاسماعيلي، وحتى لو في اخطاء تحكيميه بالتاكيد هي اقل وطأة من فكره المباريات الرومانسيه. يا كابتن خالد، احنا عندنا كان كمان بجانب المباريات الرومانسيه كان عندنا في هذا الموسم حكم رومانسي محب للنادي الاسماعيلي اكيد كلكم فاكرينه، اذا السيد فتحي. السيد فتحي طبعا، واللي اعترف وجا بعد كده تحول الى مشجع درجه ثالثه، واه لو كان ده حصل في النادي الاهلي، ولكن شهاده خالد الغندور ما كانتش استثناء، كمان كابتن حازم امام كان له شهاده مهمه جدا عن نفس الموضوع وتبرير يبدو لك ان هو محاوله خروج من الموقف وان كان يظل غير مقبول. نشوف الفيديو. مليون في الميه مفيش مدرب هيقول للعيبه ما تلعبش كويس طبعا، وانا اعرف والله يعني اعرف ان اللعيبه كلها نازله الماتش، احنا يا جماعه مش مفيش موضوع نسيب والكلام الفارغ ده طبعا، لكن انا هقول لك حاجه شو يعني حاجه من جمهور الزمالك، يعني غصب عنك انت كواحد بني ادم مش هتبقى عايز واحد بينافسك هياخد دوري، ده شعور اللعيبه ممكن، فمش هتلاقي نفسك بتموت نفسك، هتلعب لكن مش هتقتل نفسك، لكن مش انا شايف ان اللعيبه يعني ايه الدافع بالنسبه لها؟ يقول لك الضمير، الضمير وكل حاجه، لكن ايه الدافع الحقيقي بجد كلعيب ان انا هموت نفسي عشان الاهلي ياخد؟ انا بتكلم بصراحه على فكره، مش صح. لازم اقعد انمق، لكن ايه اللي يخليني انا اموت نفسي عشان المنافس اللي انا بيني وبينه بعد طول عمري اغيظ واحد صاحبي انت خدت كام بطوله؟ ايه اللي يخليني اموت نفسي عشان هو اللي ياخد الدوري؟ طيب خد الفكره اللي قالها كابتن حازم امام واسقطها على موقف المولوديه ونادي الترجي. لو ده المبدا طب انتوا كنتوا زعلانين ليه؟ ايه الدافع وليه اموت نفسي وليه اساعد منافس انا شايفه قوي او مؤثر؟ خد ده واسقطه على موقف المولوديه والترجي، هتشوف ان دايما طول الاوقات المنطق فيه اختلاف وتدرج، هو مش عشان كابتن حازم، هو عشان الفكره نفسها كانت بتقول ان هي عادي، فكره مباراه قد تحسم انا بقول اموت نفسي ليه؟ وبتزعلوا لما كابتن سيد عبد الحفيظ يقول لكم مباراه بيراميدز، لا مباراة بيراميدز ولا الفرق كبير. كنا مع الزمالك والترسانة وبدأنا في الزمالك والإسماعيلي، طبعا هبوط الترسانة خلاه يخرج بره القصة إلى حد بعيد، فطبعا عندنا فيديوهات أخرى عن المباريات الحبية بين نادي الزمالك والإسماعيلي، وعندنا شاهد دايما بالتصريحات دي لاعب من أحد هؤلاء أو هذه الفرق وأحد هؤلاء النجوم الكابتن أسامة خليل نجم نادي الإسماعيلي في السبعينيات وبيحكي واقعة غريبة جدا. نطلع نشوف الفيديو. كابتن أسامة، أعرف تماما أن في أحد المواسم ساهمت في فوز الإسماعيلي على النادي الأهلي، لكن في نفس الموسم كان الإسماعيلي مع الزمالك والمباراة
انتهت لصالح الزمالك 2-0 في الاسماعيليه. أيوة. حسمت البطوله، سبت المباراه بين الشوطين ومشيت. حصل والله ما شاء الله، انت ذاكرتك قويه. برافو. المباراه دي كانت المباراه النهائيه في الدوري، اتذكر 77 تقريبا. او 76. وانا كنت اطمع في الحصول على هداف الدوري المصري، وكان نادي الاسماعيلي بعيد عن المنافسه، ولكن المنافسه كانت بين الاهلي والزمالك على من يفوز بالمباراه اللي سموه الهدف الاعتباري. مظبوط. كويس. حقيقه في اليوم ده كانت مباراه غريبه الاطوار. اولا ما تفهمش من لحظه نزولنا في الملعب والجماهير، وانا بقول الكلام ده حقيقه بعد مثلا حوالي 20 سنه من يعني الجماهير بتقول زمالك زمالك. ولقيت المباراه ماشيه غصب عننا تبعا لما يراه الجمهور خلاص. فانا بينه استأت جدا. الكابتن اسامه خليل ساب المباراه بين الشوطين، والواقعه دي كانت في موسم 77-78 اللي فاز فيه نادي الزمالك بالدوري بالهدف الاعتباري. لو كان في جديه في المباراه خلت الكابتن اسامه خليل يكمل المباراه، كان زمان النادي الاهلي هو بطل دوري 77-78. لما بنتكلم بنتكلم بتصريحات مثبته على لسان ناس عاشت التجربه. الحاقه لاحمد في نفس اللحظه في نفس اليوم كان النادي الاهلي بيتلغي له هدف صحيح في مباراه المحله، عشان كمان كان سهل جدا نرسخ ان دي مظلوميه نفضل عايشين عليها، ولكن كابتن اسامه خليل ما كانش استثناء، او ما برضه ما كانتش مجرد شهاده عابره. كابتن سيد بازوكا وهو رمز من رموز النادي الاسماعيلي حكى نفس الموسم ونفس الواقعه بنفس الاحداث عشان تتاكدوا ان التاريخ لا ينسى. نطلع ونشوف الفيديو. عمل لك ماتش تاني؟ عملنا ماتش تاني، عملنا التذكره شامله للاستاد. برضه مع نادي الزمالك. ده نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين. احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملتوه. جاملناه طبعا. ما حدش يقول كده. جاملناه جاملناه يعني. يعني جاملناه يعني ما بحبش ادخل في الحاجات دي. لا يعني مش جاملناه يعني ما كانش فيه لدرجه انه مدير الامن. انا قاعد جنب مدير الامن. فلا اليوفت مبروك يا زمالك، اهلا ماتش. يا زمالك قبل الماتش. فقال لك كابتن سيد قال لك كابتن سيد الجماهير عاوزه ايه؟ الجماهير عامله كده ليه؟ قلت له ان الزمالك استضافونا. ويعني في يعني في صداقه زياده عن اللزوم. راح بايسني. لا عايز يخلص. ما عندوش مانع. خلاص ما عندوش مشكله. خلاص ما عندوش مشكله. حضرتك كنت لسه بتلعب؟ لا كابتن. كنت بطلت. لا بطلت. طب بطلت سنه كام يا كابتن؟ 77-78. ده الكلام ده. الدوري بتاع 77-78. تمام. انا بطلت من هنا وعملوا الالوان من هنا والله. لو هتعتقد للحظه ان شهاده كابتن اسامه خليل وشهاده كابتن سيد بازوكا فيها قليل من عدم المنطق او اللي ما حصلش، تاكد ان ده حصل. لان بعد المباراه في تصريحات رئيس نادي الزمالك حلمي زمورة لجريدة الأهرام اتكلم عن استقبال نادي الزمالك بالهتافات لصالح الفريق بالتتويج في الدوري. تخيلوا أجواء المباراة كانت عاملة ازاي. ازاي الزمالك كان ممكن يفقد الدوري ده؟ لا ده لو مباراة واحدة. كابتن سيد بازوكا له تصريح قبل كده برضو شهير، قال لو جاملونا مرة احنا جاملناهم مرتين. فطبعا دي كانت واحدة من المجاملات. وزي ما قلنا في البداية من 1929 زمالك وترسانة، ثم أصبح زمالك وإسماعيلي، رحنا لطرف آخر. وكل ما بنتكلم في تصريحات فيها عدم اجتهاد وعدم جدية بنلاقي الزمالك طرف في كل تصريح أو كل وقعة من وقائع عدم الجدية. المرة دي هيحكي الوقعة دي المدرب العام لنادي الزمالك الكابتن أسامة نبيه. نطلع نشوف الفيديو. نزلت على غزل المحل، رجعت على غزل المحل، لعبت السيمي فاينال كاس مصر غزل المحله مع الزمالك، وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك. على الزمالك. وفرص كتير جات لي ان انا هدف، والتوفيق ومش يعني قلبي ما يعني التوفيق ولا قلبي ما طوعنيش. جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي يعني ما طوعنيش. فرص وانت ما حبيتش تهدف. جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها مركز مع بعضينا لدرجه ان انا جالك فرص. جالي فرص وما قدرتش لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن. فيهم واحده قلت له شيل، يعني فيهم واحده عارف انت اللي هو ايه، انا خلاص يعني لازم انت احط. انت بتقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده؟ شيل يعني. الله ينور عليك. ده الشغل العادي. فلا انت عارف يعني ايه الزمالك في موضوع كبير. وبعدين انت لما بتخرج كمان بره النادي
بتحس بموضوع مختلف خالص. يعني مع الترسانه ضد الزمالك وجبت جون في كاس مصر والزمالك خرج من كاس مصر. والزمالك خرج كانت صعبه عليك دي؟ اهي يعني بس دي صعبه تضيع بقى يعني دي ما ينفعش قلبك فيها ما يطوعكش في يعني. بص دي صعب يعني هتضيع ازاي دي بقى؟ هعملها ازاي دي؟ وهتضيع ازاي دي؟ وقلبي هيطوعني ازاي او ما يطوعنيش ازاي؟ قلبي ما يشبهنيش. ده في لقطه كنت بقول له كره شيل يا ابراهيم. ده مين؟ ده الكابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك وبيتكلم عن المباريات الحبيه اللي ما فيهاش جديه. والحقيقه نادي المحله بعد التصريحات دي خرج ببيان قوي جدا ادان فيه الكابتن اسامه نبيه. فطبيعي جدا نشوف تراجع عن تصريحات الكابتن اسامه نبيه اللي قلبه ما طوعوش ان هو يسجل في مرمى الزمالك. بقول لك في كل اللحظات في المباراه دي اللي كان كابتن مدحت عبد الهادي او مدافعين الزمالك بيركزوش فيها اللحظه كان كابتن اسامه نبيه بيكون شيل يا ابراهيم. وبما ان شيل يا ابراهيم في حد تاني شايل ليله كده لوحدها بتصريح تاريخي كلنا فاكرينه عشان نكون استعرضنا معاكم مسيره من المباريات سموها زي ما تسموها بس اكيد انتوا شامين ريحتها. نطلع ونشوف الفيديو. قول لي بقى الفرق اللي انت حظك حلو عليهم دايما يعني بتتالق في ماتشاتهم. انا قدام الاهلي. قدام الاهلي بحب ماتشات الاهلي. ليه؟ طول ال 90 دقيقه ما بيبقوش 90 دقيقه يعني بيبقوا اكتر من طبعا بتخش 95 دقيقه ابواب ده الكلام ده. فانت طول ما انت عليك هجمات كتير وشغل كتير فانت فايق على طول ومركز في المباراه. لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط. تبقى مبسوط ليه؟ انت زملكاوي ولا الكاوي ولا ايه؟ والله. والله لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا نبقى في الامام 100 100 مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهواء بتقول الكلام ده. لا قعد ما بكسبش ما بخافش من حاجه. فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقفه ايام كابتن حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا في الاهلي؟ لا في الزمالك اوتوفوستر وكده. فراجع بردك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع. كان عندنا مباراه المحله في المحل هو بردك من المحله والزمالك كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده كنت طار معاه حضنته بعد ما جاب الجول. لا انا من جوايا وبعد كده اتقلقت في الماتش لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك بس عملت ماتش كويس. ماتش كويس يا راجل انت كنت عايز تحضن. لا انا من جوايا بقى زملكاوي قوي. سنه كام طلعش نجيب لك الهدف ده نشوف الحضن ده ايه نظام. انا من اخر سنه للكابتن حسام. الكابتن حسام كان جاب جول في الحرس. في الحرس 1-0 هو اللي كسبه كان بعيد ورجع تاني برضه كان في مش عارف موسم كام ده ورجع تاني جاب في المحل 2004 2005 متهيألي واحد بيقول لكابتن ابراهيم شيل وواحد كان عايز يحضن كابتن حسام حسن وهذا لا يحدث كل يوم. اللي بيحصل ده يا جماعه يستدعي ان انت تقعد كده تراجع التاريخ. واعتقد قبل ما تفكر تتكلم لازم تعرف ان فكره الفير بلاي في اوقات كتيره جدا ما كانتش موجوده، ما كانش مجرد كلام زي ما اسامه قال لكم في واقعه 1929 كمان في دوري منطقه القاهره يا اسامه 1932. سيبك من كلامنا، سيبك من الفيديوهات، لو مش مصدق ارجع لمذكرات رئيس الزمالك حلمي زموره هتلاقي المختلط الجديد وهو بيتلاعب بمباراه من اجل نادي المختلط.